صباح الخير وصباح الصحة والسلام لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أول حلقة خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. وكيف العادة إن شاء الله طيلة الأسبوع كتسناكم مواضيع مهمة اللي كتهم الصحة والسلامة ديالكم. كنتمنوا دائما تبقوا أوفياء لنا. وكيف مجرات العادة بداية كل أسبوع هو موعد كيجمعنا رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. واليوم إن شاء الله وحنا في السلسلة من الحلقات على الوجبه اللي هي خاصه بالوليدات وايضا على الاكل والنظام الغذائي ديالهم. اليوم تحديدا النقطه اللي غادي نتكلموا عليها هي خاصه بالبنيه ديال الوجبه ديال الفطور بالنسبه للوليدات. اشنو اللي صحي للوليدات ديالنا؟ اشنو الاغذيه؟ واش كاين اغذيه اللي كتساعدهم على التركيز اكثر في الدراسه؟ غادي نتكلموا ربما على بعض العادات اللي كتكون عند اطفال، وهي المساله ديال بزاف ديال الوليدات كيتخلاو على هذه الوجبه وما كياخذوهاش في الصباح نهائيا. اشنو كيتسناهم وباش يعني مهددين لانهم يتعرضوا الكثير من المشاكل الصحيه؟ ربما اليوم غادي نوقفوا عليها رفقه الاستاذ محمد الحليمي. كنسمعوا بزاف ديال الدراسات اللي كتقول باللي هاد الوليدات ربما كيكونوا مهدين اكثر من غيرهم، النقص في جهاز المناعه ديالهم، التركيز عندهم كيكون قليل. هاد الامور كلها واش هي صحيحه ولا لا؟ اليوم غادي تعرفوها اكثر من خلال برنامجكم صحه وسلامه. وكيف مجرات العاده باب التواصل هو مفتوح دائما من خلال الارقام واللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. صباح الخير استاذ الحليمي، اهلا وسهلا بك معنا. تحية لك استاذ عفاف وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع ان شاء الله. شكرا لك وايضا بداية اسبوع موفقة ومكملة بالنجاح كنتمنها لك استاذ محمد الحليمي. غادي نمشيو على بركة الله. وحنا اليوم غادي نتكلموا كيف ما قلتي على البنية اللي هي خاصة بالوجبة ديال الفطور بالنسبة للوليدات. مرات الكثير من المعلومات معنا في زوج ديال الحلقات اللي حنا كنا تكلمنا فيها على هذا الموضوع هذا استاذ الحليمي، ولكن اليوم غادي نعطيو للمستمعين الكرام لانه دائما كتبقى ديك التفاصيل الصغيرة كتهم المستمعين الكرام. كيبقى ديك التساؤل، اشنو الوجبه ديال الفطور اللي كيقصدها استاذ الحليمي؟ اشنو خاص يكون فيها؟ وليداتنا شنو خصهم ياكلوا؟ فهاد التساؤلات كلها اليوم ان شاء الله، وهذا هو الهدف من هذه الحلقه باش غادي نجاوبوا عليها. فلما كنتكلموا على بنيه اللي هي خاصه بالاطفال استاذ الحليمي، واش هذا كيعني انها ما كتشبهش الوجبه ديال الفطور ديال الاشخاص البالغين ديال الام والاب لما كيحطوها في الطبله؟ نعم اكيد. ملي كنهضروا استاذ عفاف على الاطفال فحنا كنهضروا على الرجال ديال الغد. نعم. والنساء ديال الغد. وكنحضروا على شوف سبحان الله كتلقى الطفل كتشوف في البشره ديالو، ما عمرك تلقى طفل عنده تساقط شعر او لا تجاعيد او لا بشره جافه او لا هاله في العين ديالو. علاش؟ لان عنده مدخرات زاد بها ديال المعادن ديال الفيتامينات وديال الاحواض ديال الهيدروجين. الناس ربما غيسمعوا اول مره هذا المصطلح، ذاك الساعه ان شاء الله نديروا له حلقه خاصه. الو هذا الشيء لان ملي كنقولوا الماء اش دوزو جوج ذرات الهيدروجين، ملي كنقولوا الاغذيه كلها فيها هيدروجين، الوغ الحوض ديال الهيدروجين في الجسم ديالنا مهم بزاف، الاحواض ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات مهمه بزاف. اذا حنا بالنسبه لنا الطفل علاش ما عندوش هاد المشاكل هذه؟ لان كيتزاد بحال واحد الكونت، عندك كونت ديالك الا ما كنتيش كتنميه، الا كنتي غير كتسحب تسحب واحد النهار يقول لك راه عندك زيرو درهم. هكا الصحه ديالنا، الصحه ديالنا يجب اننا ننميوها. والطفل ملي كيتزاد كيتزاد بواحد المدخرات. اذا حنا هاد المدخرات شنو المفروض منا؟ المفروض اننا نحافظوا عليها وننميوها باش نخليو الطفل يكون في النمو الجيد ديالو. اذا بالنسبه لنا حنا هادشي كامل هذا باش كيتضمن بالعيش السليم. ومن ضمن النقاط ديال العيش السليم النوم اللي هضرنا عليه في الحلقه الماضيه. اذا بدون اشباع الجسم بوجبه النوم ما يمكنناش نهضروا على وجبه الافطار. اذا حنا شنو درنا؟ هضرنا على النوم، اليوم غنهضروا على البنيه ديال وجبه الافطار. وكنا من قبل هضرنا على بان النوم والوجبه ديال الافطار والديكالاج ديال الوقت، والناس الاطفال ما كياخذوش وجبه الافطار. يعني ما المفروض اننا حلينا المشاكل والنقاط، هضرنا على النقاط اللي كيفاش نخليو الطفل تكون عنده شهوه الاكل وما يكونش هذا المشكل ديال ان عدم تجنب وجبه الافطار. هضرنا على النقطة ديال أن الطفل شبع نعاس، حنا المغاربة كنقولوا شبعنا نعاس ما شبعناش نعاس، وهذا المصطلح وارد ومصطلح علميا دقيق. نعم. بقاتنا نعرفوا البنية ديال وجبة الإفطار. الملاحظ حنا الحمد لله كنعيشوا في المغرب مع المغاربة وكنعيشوا مع الأسر وكنلقاو هذه السلوكات. من ضمن السلوكات اللي خلات أننا نبنيو هذه الحلقة هذه هي أن هناك بعض الناس وبعض الآباء وبعض الأمهات
الهم ديالهم هو الطفل ياكل شي حاجه في وجبه الافطار. نعم. نتمنى ان المستمعين يفهموا هذه النقطه. يعني الطفل بالدارجه غير يفطر وصافي. فهذه المساله هي نقطه بالنسبه لي انايا عكس المسار ديال 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 الوغ الطفل ما كيكونش باغي ياكل كيبقاو بالدارجه يبزوا عليه كون يعني رغم عنه الطفل ياكل. والطفل واخا تعطيه تفاحه ورغم عنه غادي يردها، الا ما ردها غادي يكون ما غيستافدش منها. لان داك العلاقه بين الانسان والوجبه يجب ان انها تبقى علاقه حب. الا ما كانتش علاقه حب بينك وبين الوجبه غير ما تاكل والو. اذا هذه النقطه الاولى. النقطه ان الامهات والاطفال كيقولوا وليدات غير خذوا مهم فطر. هذه المساله ديال مهم فطر بالنسبه لي انا لا احبذ هذه المساله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هناك من يتحدث عن وجبه افطار مثاليه. لا وجود لوجبه افطار مثاليه. مبدا مهم جدا هو مبدا احترام خصوصيه الطفل وبيئه الطفل. مثلا إذا هبطنا للجنوب مثلا، منطقه طاطا، منطقه اقا، منطقه فومزكيد، منطقه قولمين، منطقه ورزازات، الناس كيفطروا بالتشيشه. مثلا في الشمال الناس كيفطروا مثلا الخبز وزيت الزيتون والتنويع وبزاف الامور. فانا الطفل الا بغيتو ياخذ وجبه خاصني اولا نحترم التقاليد ديالي. علاش؟ لان الطفل نشا وترعرع في هذه البيئه. كنقولوا الانسان ابن بيئته، ماشي غير البيئه ديال الهواء والبيئه ديال الجو، حتى البيئه ديال العادات والتقاليد. فانا من المفروض انني نوفر للطفل هذا الشيء كامل. انا غادي نجي للخلاصه باش نكون واضح مع المستمعين. علاش كنقول هذا الشيء كامل؟ كاين من اللي كيفطر وليداتو كيجيب ما يسمى بحبوب الافطار. الناس راه كيعرفوني علاش كنهضر، ويكبوا شي سائل فوق منه ويعطي للطفل يقول له افطر. الطفل المغربي تعطيه هذه البنيه ديال الوجبه هذه، مستحيل تسنى انه يفطر. اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم حبوب الافطار، غدا حبوب الافطار، بعده حبوب الافطار. فهذه ليست بوجبات ربما ما غاديش نجزم وجبات المغاربه. تقدر تكون في شي دولة عربية ولا غير عربية متفق. أما كنهضر على المجتمع ديالي، لأن كنعرفوا فيه زيت الزيتون، فيه زيت أرقان، فيه البيض البلدي، فيه هاد الأشياء جميلة جدا. فلا يعقل أنني نجيب ولدي ونعطيه حبوب الإفطار ونكب عليه شي سائل ونقول له خذ، أو نشد شي ملوية وندير شي مثلث ونعطيه له. فبالنسبة لي أنايا البنية ديال وجبة الإفطار عند المغاربة هي بنية مخالفة تماما للوجبات اللي كاينين في العالم بحكم التنوع اللي كاين فيه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنه يقال بأن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم. نعم. معناته ان الوجبه ديال الغدور عفوا ديال الغداء اقل اهميه والوجبه ديال العشاء اقل اهميه، حتى ان كاين بعض الامثال تقال كل ما يدخل الى فم الانسان فهو مهم. شرط انك تكون انت تاكل الماكله اللي انت تاكلها، ماشي هي تاكلك. الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك. الان دابا الوجبه ديال الافطار، وسمحوا لي المغاربه ما غنهضرش على كل شيء ولكن ما غاديش نعمم، ولكن لم يشهد التاريخ وجبات مثل هذا الاكل ديالنا دابا كما ونوعا. هذا شنو عطى؟ عطى امراض لم يشهد لها التاريخ كما ونوعا. في التاريخ ما عمر شي واحد حتى في العصور اللي كان فيها لا 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 حتى الجهل، ما عمر كانت وجبه الافطار بهذه البنيه اللي احنا كناخذوها دابا. وجبه افطار لا تمت بصله لفيزيولوجيه الجسم. هذه الخلاصه. داكشي علاش ارتئينا اننا نعاودوا نبنيو المعلومات ديالنا على حسب الفم. انا كنقول دائما المغاربه، دير الاشياء الغذائيه على حسب النسبه ديال الفهم ديالك والمستوى ديال الفهم ديالك. ماشي لان حنايا بالنسبه لنا هذه قلناها ونعاودوا نقولها، راه ما كيهمناش المعلومات، كيهمنا درجه الوعي ديال الانسان. اذا حنا من المفروض اننا نعطيو المغاربه نعطيهم معلومات ولكن نبنيو الوعي. نعاودوا المثال وغنبقاو نعاودوه العام كامل. التدخين يقتل، التدخين يقتل من زمان، وحنا كنقولوا حتى ان الباكيه ديال الكارو كنلقاو فيها التدخين يقتل. وبورتون كتلقى ناس اخصائيين في الجهاز التنفسي وكيكمي. علاش؟ لان باقيين ما وصلناش لدرجه الوعي، خاصنا نرفعوا درجه الوعي. والوعي ما عندوش علاقه بالدبلومات، وما عندوش علاقه بالدكتورات، وما عندوش علاقه بالشهادات، وما عندوش علاقه بهذا. الوعي شيء والمستوى شيء اخر.
إذا المستوى كيمكنني أنني نشد المعلومات، والوعي كيمكنني أنني نوسع لا 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 درجة الفهم ديالي، باش واحد النهار نخرج مثلا احنا ندوزو الحلقة اليوم كل واحد وغيفهم الحلقة باش يصبح في أشياء عملية فيما يخص التعامل مع وجبة الإفطار. إذا البنية ديال وجبة الإفطار اللي كيعتمدوا عليها أغلب الناس فيما يخص هاد الأشياء اللي كدار دابا، غنعطي واحد المعلومة وأستسمح لها، أنا أفضل وجبة الجوع ديال الطفل وكنتحمل المسؤولية ديالي في هاد المسائل هادية. الطفل يمشي بالجوع للمدرسة وما ياخذش هاد الوجبات اللي كاينه دابا، غنعطيه علاش؟ لان الطفل كيكون في الليل كتزيد عليه الصباح كيمشي حتى للمدرسه، الطفل يكاد يكون صائم، والطفل ملي كيكون في هاد المرحله هاديه الدماغ ديالو يفرز ماده سميتها البي دي ان اف. انا كنتمنى من المستمعين والمستمعات يفهموا هاد المسائل العلميه، هي اشياء عمليه. مثال الطفل ديالي انا الى غيفيق ونعطيه أشياء لا تموت بصلة للفيزيولوجيا ديالو، فأفضل أنه يمشي بوجبة الجوع. علاش؟ لأن وجبة الجوع كيكون باقي في الجوع، الدماغ ديالو يفرز مادة سميتها البي دي ان اف تنشط عمل الجهاز العصبي. على الأقل ما غيديرليش الكود باغ، غادي نهضروا على هذه المسألة، هبوط نسبة السكر مع 10 الصباح ومع 11 الصباح اللي كتسمى ليبوغليسيمي رياكسيونيل. إذا يعني باش نقولوا وجبة إفطار مثالية، كل طفل عنده وجبة إفطار ديالو على حسب العادات. باش نقولوا وجبة الإفطار أهم وجبة، ماشي هي أهم وجبة. وباش نقولوا وجبة الإفطار ضرورية، إلا كانت في البنية الاحترام لوجبة الفيزيولوجية ديال الكائن اللي إحنا اليوم غادي نهضروا عليها إن شاء الله بإذن الله. نعم، ولكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا، إحنا دائما باب التواصل مفتوح ولقائنا مازال معكم إن شاء الله حتى العشرة. غادي نتكلموا على مجموعة ديال النقط، غنتكلموا أيضا على بعض الأمهات والآباء ربما اللي يعني كتكون ملاحظة من عند الأساتذة ديال وليداتهم، خصوصا كنتكلموا مثلا على مستوى ابتدائي أو لا، فكيلاحظوا على أنه ذاك الوليد أو البنيتة في الوسط ديال القسم مثلا في وسط الحصة كيلقوه ناعس. فغادي نتكلموا سالح لينا وغنعرفوا هذا الشيء واش عنده علاقه ايضا بالوجبه ديال الفطور او لا لا. ولكل مستمعي الكرام دائما 0522 46 72 50 51 او 52. غادي ناخذوا هشام معنا على الخط من وهزان. اهلا وسهلا بك هشام. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بناس وهزان. الله يبارك فيكم، كيحييكم بنفس التحيه وكنحيي الاستاذ الدكتور الحليمي. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. عفاك بغي نوجد واحد السؤال للدكتور. مرحبا. عندي واحد البنيته العمر ديالها كتوصل 8 سنوات. نعم. وحاليا المشكل عندي المشكل ديال الفطر، ما كنبغيش الفطر ديال الصباح، ما كنبغيش الفطر. كتنعس بكري؟ كتنعس بكري؟ الناس قول الماكسيموم 9 9 ل 10 دابا الوقت دابا راك عارف دابا الساعه كتزيد غير 9 ل 10. شحال الوزن ديالها عفاك؟ عندها 8 سنوات البنيته. أيه، والوزن ديالها شحال؟ الوزن ديالها ما عرفتش، عرفتي الوزن ديالها بالضبط ما عرفتيش؟ نعم. لا عرفتش، لا عرفتش الوزن ديالها. نعم، واخا نجاوبوا على السؤال ديالك هشام. بغيت نسول الدكتور الله يسهل عليك، يعني نعرفوا واش يكون عندها شي عائق ولا شي حاجه. أيه. ان شاء الله خير، ما يسهلش. واخا واخا. شكرا. واخا شكرا لك هشام، تواصلتي معنا من وزان. ربما استاذ الحليمي كاين الكثير من الاسر المغربيه، الكثير من الامهات والاباء اللي صراحه كيف ما سبق وشرنا في اول حلقه احنا غادي نتكلموا على هذا الموضوع هذا، وصراحه كل مره معاك كنكتشفوا حاجه جديده. بزاف ديال الامهات والاباء كل صباح كيهز الهم لحاجه وحده، كيفاش غادي يقنع ذاك البنيه ولا الوليد انه يفطر؟ فقط. نعم. يفطر وصافي. نعم، غير يفطر. هذا مبدا استدعافف خاطئ جدا، ومبدأ مضلل، ومبدأ فيه واحد التضليل كبير جدا، حتى أن بعض الإشارات تروج هذه المسألة هذه. فعلا. أولا ما أحيي الناس ديال مدينة وزان، مسقط الرأس ديالي. أنا من مدينة وزان، من قبيلة رهونة، الناس راه كيعرفوا القبائل تما. نعم. لله. وكنحيي هاد الناس هادوما، لأنه كنقول لهم أنا تشبتوا بالنظام الغذائي ديالكم. الناس ديال أهل وزان، ناس أهل الكرم وأهل الثقافة الغذائية، وسبحان الله فيما مشيتي في المغرب كتلقى طابع. نعم. طابع ديال هذه المنطقه هذه، حتى انني كنت في طاطا في مسجد اقا فين ما مشيتي كتلقى الطابع ديال المنطقه ديال هذا اللي غادي نقول انا للناس. وهذه المساله اللي شفتي استاذ عفاف مساله مهمه جدا، باش نقول للطفل غير فطر، مهم تفطر، باش ما فطرتي هذا خطا فادح من جانب الاباء والامهات. يعني الطفل انا بالنسبه لي هذه المساله هذه كتدخل فيها بزاف ديال الامور. ونعاود نذكر احنا هذه الحلقه اليوم ما كنهضروش عليها كحلقه مستقله،
كان هضر هذه الحلقه في علاقتها بالحلقه اللي دازت اييه وفي علاقتها بالحلقه اللي قبل هذه. نعم داكشي علاش قلنا انها سلسله. نعم داكشي علاش قلنا انها سلسله من الحلقات يعني باش الناس يفهموا المبدا اللي كنهضروا عليه خصهم يلاقيوا النقاط بحال داك التمرين اللي كيديروه الدراري في الابتدائي كيكون مثلا واحد الحيوان كيعطيو نقاط واحد جوج ثلاثه وتلاقيهم وتعطيك داك الشكل هكا عاوتاني حنا الناس الا بغاو يفهموا ما تبقاوش عافاكم البرامج بقاو شدوا الحلقات ملي كيكون مثلا سلسله كنقولوا حنا السلسله سلسله كتشد سلسله كتلقى عوينه حدا عوينه باش تلاقيها كتعطيك سلسله يعني حنا السلسله الا بغيتي تفهموا المبدا خاصك تكون تبداو الحلقه من الاول الحلقات لان يعني كاين شي اشياء اللي كنبنيو عليها حنا في الحلقه ديال اليوم اللي قلناها في الحلقه اللي دازت وفي الحلقه اللي قبل منها علاقه بالموضوع ديال ديال السؤال ديال الاخ المساله ديال النوم اشباع رغبه الطفل من النوم واجبه في نوم ما ياخذلكش الوجبه ديال الافطار. نعم حنا ولفنا ان نخليو الدراري فايقين حتى الوقت متاخر من الليل وهضرنا على الشحنات الكهربائيه وهضرنا على الميلاتونين قلنا الميلاتونين لا تفرز ملي كيكون ويفي ملي كيكون بلوتوث ملي كيكون تليفونات ملي كيكون هذه المسائل هذه الطفل كيبقى معطل والطفل مستحيل ينعس انت باقي ما نعستي هذه مساله علاش لان الطفل انت كتهضر في الدار كيسمع الصوت ديال الاب والصوت ديال الام ديالو عنده منحوت في الدماغ ديالو كيفاق اذا من المفروض ان الاسره كامله تدخل في هذا الالتزام هذا كاين اطفال استاذ عفاف دابا كيفيقوا في الفجر نعم هادشي ماشي كنهضر انا على خيال علمي كنهضر على امهات واباء ماشي كيفيقوهم والديهم هما والديهم كيفيقوا الفجر ولادهم كيفيقوا كاين اطفال الان دابا كيفيقوا في الفجر وكيكون واحد النشاط وكنقول انا الناس راه زمن من الحياه كيضيع بين الفجر وملي كيدي ولدك للمدرسه واحد الزمن من اجمل الازمنه اللي كاينه على طول اليوم فاذا وصلنا لهذا المستوى هذا ان الاطفال ينعسوا بكري ويفيقوا معنا على الاقل ماشي ضروري الفجر من بعد الفجر كيبدا يطلع النهار كيبدا يطلع هذه الوغ غادي نحلوا جميع المشاكل علاش الطفل غيكون فاق غيفيقش مع الناس اللي قلتي له غيديرها يوجد حويجته على خاطره يوجد الادوات ديالو على خاطره والوجبه لان الطفل يلا فاق ما يبغيش ياكل لك حتى كيمشي شرف الله وقدركم للميحاد ويخوي لا فيسي ديالو ويخوي الجسم ديالو هذه فطره في الانسان الفطره انا كنقول للناس ما عمركم تمشيو تاكلوا تتخويوا المخلفات من الجسم ديالكم وهذا مبدا رائع جدا الطفل غير يدخل للطواليت يخرج البول شرف الله وقدركم يبغي ياكل لك والنقاش مع الاطفال كل حداه ملي كدير انت واحد براد ديال اتاي مشحر مزيان ودير مثلا بيضه بلديه وهذاك البراد ديالها تيطلق الرائحه ديالو في المنزل بالنعناع الطفل شنو كتوقع له؟ كتوقع له ستيميلاسيون بلا ما تقول له واجي بابا تاكل كتوقع له تحفيز ملي يوقع له هذا التحفيز كيقول لك بابا انا بغيت نفطر معك هادشي ساشون كو وعلى اساس انك انت فقتي بكري وطيبتي اتاي شوف دابا الناس اللي شحال شوف في قديم الزمان كتنوض الام كدير الملوي كدير اتاي كتشم ريحه اتاي كتفيق انت كتفيق راسك كتبغي تفطر احنا بغينا هادشي هذا يرجع بغينا هاد المسائل هذه ترجع فاذا كان الطفل كيشوف غير يشم غير البارفان ديال باه وديال ماما في الصباح وما كاينش سي نورمال ما غاديش يفطر ما الا كانت الرائحه في المنزل ديال الاكل وكون مثلا غير اتاي بوحدو اتاي راه فيه تحفيز النعناع راه الله سبحانه وتعالى عطانا فيه المذاق والرائحه غير الشاي بوحدو ذاك يكون كيطبخ بطريقه مزيانه ولا هذه غيفيق لك الطفل وغيحفزو وهاد الاشياء مهمه جدا في العالم ديال الاطفال لان الاطفال عالم ديالهم ربما ما غاديش نفصلوه ولكن العالم ديالو بوحدو نتمنى ان الكبار يدخلوا لهذا العالم ماشي حنا ندخلوا الاطفال للعالم ديالنا لان الا دخلنا الاطفال للعالم ديالنا كارثه حنا العالم ديالنا العالم الحضاره عالم فيه بزاف الاشياء اللي الطفل ما يستوعبهاش نتمنى ان الاباء هما يدخلوا في العالم ديال الاطفال واكيد غادي تلاحظوا حنا غنستافدوا منه حنا كنتعلموا من الاطفال نعم غادي نمشيو هذه المره في مكالمه ناخذوا خديجه على الخط معنا من مكناس اهلا وسهلا بك خديجه السلام عليكم بنتي اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله دكتور السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله اهلا كنسمعك خديجه مرحبا انا بنتي خدامه مساعده تقنيه في مدرسه ابتدائيه اييه اهلا وسهلا الوليدات يدخلوا قدامي انا اللي كنحل الوليدات يدخلوا وتيخرجوا اييه بان ملي كتجي الوقت ديال بي ما كيقرا هي ساعه وتيشد الوجع وكيخرج يرد هذه عندنا حالات هذه اغلبيه ديال الوليدات ملي كنكون تندخل تلقى الام شاريه ملحيه او مشروب لونه احمر معروف اييه وكاطوجه وتيدخل
وليت بحيت اقسم بالله انا ماشي انا عندي مشاكل مع الامهات ماشي بانني كنبغي نبان عليهم لانني كناخذ نصائح من عندكم وانا ربي لي شاهد كنوجهها تنقول لهم انا لا هادشي اللي كتعطيو ولادكم راه تسمم غذائي اللي كتعطيو لولادكم ماشي بان الام ما كيعجبهاش الحال بانك بحال اللي كتستفزيها بانك المراه ما مقابلاش ولدها مزيان ماشي ما كتقبلهاش لا وانا على ما كنقولش حيت نهار الجمعه حنا معظم المغاربه معروفين بالكسكسو اللي يتكس باب المدرسه ومعاه باه شاري مشروب لونه احمر وشاري كاطو كاسي ياكلو شو انا كنتحرق من الداخل معظم اقسم بالله مشاكلي مع الامهات في الباب هي ولادكم ينعسوا بالتاك ما كيجيوش ناعسين ما جات انا ما عنديش مشكل الحمد لله وليداتي كبروا لي عنده 26 عام ما شاء الله لكن الحمد لله عندي هاجس ديال هذه المشاكل ديال هاد الوليدات هاد اللي كيقراو شتي واحد انا تدخلت باش يجي باش اقترح تعطي نصائح اكثر هاد الدراري ديال هاد المؤسسات وهاد الاحياء الشعبيه الناس ما نعرف واش ما كتطلقش الراديو واش ما كتصمت انا قلت تصمتوا الدكتور الحليم وحيدوا عليهم المسلسل هادشي اللي بغيت اقسم بالله العلي العظيم لاله خديجه انا بغيت نسولك لانه دابا انت ما شاء الله انت في الميدان وانت دابا بحكم انت الاحتكاك 30 عام ما شاء الله وانت كيف ما قلتي مساعده تقنيه في مدرسه ابتدائيه نعم يعني كيكون تبك الملاحظة على الوليدات انت يوميا والساعات اللي كيكونوا في المدرسة كتشوفيهم انت اكثر ربما مع الامهات التركيز ديالهم كيف كيكون لاله خديجة شتي راه والو اقسم بالله نعم. في وسط الخدمة كنهضر معاك اليوم الصباح دخلت قالت لي المعلمة تشوف الوليدات ناعسين كي غادي نهضر مع هاد الولاد ناعسين نعم ماشي وتقول لك ما كايناش المردوديه ما كايناش هذه ما كايناش المردوديه خصك تقعدنا من ديورنا نخرجوا وليدات بعدا فايقين وعاد نهضروا ننتقدوا التعليم كلشي في انتقادات راه ما كنقولوش شي حاجه كامله حتى حاجه ما كامله بنتي شكرا لك لاله خديجه انا غنشكرك بزاف لاله خديجه لانك تواصلتي معنا وكيف ما قلنا كنكونوا فرحانين لما الناس ديال التخصص او لاله وسهل الحليمي كيتواصلوا معنا وكيعطيو الراي ديالهم بحكم كيف ما قلت ذاك الاحتكاك اللي كيكون ربما داك الساعات اللي كتشوف فيهم لاله خديجه كتراقب التلاميذ راه اكثر من الام كتراقب الوليد ديالها في الدار. شي استاذ عفاف هذا دليل ان ما عمر الخير يتقطع. نعم. الاستاذه الكريمه كتكلم بحرقه. نعم. انا هاد الشخصيه هذه. نعم. وهاد الطريقه التربويه هذه هي اللي بغينا. انا كنحيي الاخت بحراره وكنقول لها ما تمليش. لأن لما سكت أهل الحق عن يعني الحق ظن أهل الباطل أنهم على حق. إذا حنا إلا ما هدرناش على الحق هاد أهل الباطل أصحابهم بلي هما راهم على حق. إذا أنا غادي نحيي كنحيي الأستاذة وكنحيي أي إنسان وإنسانة في هاد الحرقة نعم اللي فهاد الأستاذة شوف تبارك الله. نعم هي وليداتها ما شاء الله قالت صغير ربما 26 نعم. سنة ولكن نعم. دوك الوليدات اللي كتشوف يعني في المدرسة اللي هي كتشتغل فيها وداك المستوى الابتدائي كتكلم بحرقة نعم. أكيد يعني إلا جات من المنظور ديال واحد الشخص آخر غيقول لك أنا وليداتي ربيهم سبيتهم صافي نمشي نجلس في الدار وارتاح نعم. مع راسي. شوف المبدأ احنا هاد المرأة الحرة هكا هي اللي بغينا احنا في هاد البلاد. بغينا الأمهات يوليو هكايا. اللي كنقول لها ان المقاومه غتلقاي مقاومه، الا ما لقيتيش مقاومه عرفي راسك راكي في الطريق الخطا، علاش؟ لان اغلب الناس كرتكبوا حماقات فيما يخص الوجبه ديالنا. يعني هي اللي كنقول لها انا الطريق مليئه بالاشواك. راه ما تعتقدوش ان الحديث على الحق والحديث على الاشياء اللي هي صحيحه غادي تلقاوها كانسيابيه في وصول الافكار. لان العدد هاد الاشياء ديال الناس كيعانيوا منها مع اقرب الاقرباء كيقولوا لا انت هذه كيقولوا انت غير حماق راه كتسمع فهادي ولا هادي ولا هادي خلينا نربيو ولادنا ربيو ولادنا اه ولكن اغلب الاوقات كيدوزها الطفل في المدرسه اكثر ما كيدوزها عندك في الدار. يعني هذه ماشي مساله ان الاستاذه كتفهم عليك علاش لان ما كتربيش ولدك مزيان بقدر ما انت كتعطيها ولدك. انا كنشوف واحد السيد كيفكر لي في المصلحه ديال ولدي وما عنده لا ناقه ولا جمال في هذه المصلحه، خاصني يكون ذكاء مني انني نتصنت له. يجي واحد يقول لك عافاك راه الطفل ديالك راه شفت عليه شي مسائل بغيت نقولهم لك. تقول له لا سير بعد مني راه انا مربي ولدي مزيان. ماشي هكا. واحد جا عندك يقول لك انا ولدك راني شفتو مثلا غيقول لك واحد مساله شفتو ولدك كيدخن ولا شفت هذه ولا تقول له لا انا ولدي ما كيدخنش انا مربيه مزيان. ماشي بهذه الطريقه. من الذكاء منا اننا نفهموا الناس اللي بغاو يوصلوا لنا المعلومات بدون اي قبعه وبدون اي مصلحه. هذا الانسان اللي هضرات معنا هو مثال
من امثله ديال الاساتذه اللي محتاجهم ولاد المغاربه ومحتاجينهم بنات المغاربه. الا كانوا عندها بحال هذا الموديل ديال الاخت اللي هضرات معنا فالمغرب غيكون بخير وغيكون على خير. وهذا الشيء هذا كنقول انا الخير ما عمره كيتقطع. كنقول الاخت انا زيد المجهودات ديالك، حاول انها شنو دير، استقطب شويه بشويه. شوف الامهات اللي ميلوا لها شي شويه وشويه بشويه تغالقى واحد جوج ثلاثه معزولين وسط واحد الناس وغيدخلوا مع لو جروب واحد نهار. لان كاين بعض الناس اللي غاديين ماشي حيت هما انهم عارفين راسهم غلط وغاديين، درجه الفهم ديالو هكاك. سو كيف خاصني ناخذ معاه الوقت باش نفهمه ونمشي معاه كما كنقولوا درجه بدرجه. واكيد العوده الى الحق راه كل انسان مفطور فيه، غير حنا كنقولوا قول الحق غتلقاو فيه مقاومه وزيدوا المثابره. وكنحيي الاستاذه وكنحيي كل واحد كيشتغل في هذا المجال. ومن هذا المنبر كنحيي الاساتذه والاستاذات ديال التعليم بحراره، لان عندهم واحد المسؤوليه كبيره وكاين الناس اللي عندهم ضمير. ونتمنوا انهم يوقع لهم واحد 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 الانسجام، لان يعني كاين الناس اللي فيهم اللي عندهم ضمير، وهذا لا يمنع اننا كاين بعض الناس اللي هم الله يهديهم. مي الحمد لله مي كتكون يد واحده فممكن نمشيو بهاد الاطفال للقدام. نعم خديجه شارت لواحد المساله استاذ حليمه وهي اللي قلنا غادي نتكلموا عليها. قالت على انه الاغلبيه ديال مثلا الاستاذات او لا كتقول لها شوف راه تقريبا الوليدات عندي في القسم ناعسين، يعني كيف ممكن نشرح لهم الدرس؟ هاد المساله ديال الوليدات اللي كيجيهم النعاس في الوسط ديال الحصه في وسط القسم، باش كتفسروا استاذ حليمه؟ مساله بسيطه استاذ عفاف. اول حاجه هضرات الاستاذه الكريمه هضرات على القيء. نعم اطفال كياكلوا كيمشيو تما وكيخرجوا يردوا. قالت في 9 ولا 10 يعني كيتبان عندهم حاله ديال القيء. نعم انا قلتها قبل ما تهضر الاستاذه. قلت عطيت المثال ديال التفاحه. دابا التفاحه ما فيها والو، يعني الطفل ياخذها ما كاينش مشكل. الا عطيتيها له بزز غيردها لك. نعم هضرت على العلاقه بين الوجبه وبيننا، خاصها تكون علاقه حب. راه الا ما بغيناش الوجبه راه ما ناكلوش. يعني الطفل انت باش تبزز عليه غياكل حداك، غيوصل للقسم الدماغ ديالو غيبدا يشتغل، التركيز غيبدا خاصو يعني التحفيزات ديال الدماغ، غتوقع له مال ديجيستيون. علاش مال ديجيستيون؟ لان الدوره الدمويه طلعت للدماغ، لان الاستاذ من المفروض ان الطفل يركز. كيولي عنده الطفل دي فوميسمون، كيولي عنده دي نوزي، وكينوض الدري يرد. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي المساله ديال قله التركيز مع العشره ل 11. نعم هذه كتسمى الكود باغ. واحد هبوط نسبة السكر كنسميوه حنا في الفيزيولوجيا ليبوغليسيمي غياكسيونيل، غادي نشرحها بالتفصيل باش الناس يعرفوا هذه المسألة هذه. الطفل ديالك في الصباح إلا خدا خبز أبيض، إلا خدا شي حاجة شبيهة بالخبز، العديد من الناس كيسميوها خبز، وخدا السكر مع الشاي، شديتي له مثلا بلاصة الخبز ملوية ودرتي فيها واحد المثلث أو لا مربع أو لا ما عرفناش من الشكل، ولا الطفل خدا عصير مثلا تاكله وخدا الاكل ديالو خدا عصير ديال البرتقال ديال الليمون، فهاد الحل اولا كيكه. كاين الامهات كما قالت الاخت مشروب مثلا واحد النوع من انواع ما عرفتش انا شنو غنسميهم، واخا زائد كيكه. الطفل شنو كيوقع له؟ كيوقع ارتفاع نسبه السكر. الجسم يدافع عن ارتفاع نسبه السكر عن طريق افراز هرمون مخفض للسكر. الهرمون الوحيد المخفض في السكر في الجسم هو الانسولين. كيطلع السكر كيطلع الانسولين باش ينزل السكر، كينزل السكر اخيرا، ولكن ذاك السكر اللي كينزل ماشي كينزل لواحد غرام. شوف سبحان الله، واحد غرام هي نسبه السكر في الجسم كتفكرنا بالواحد الاحد تحدي، ما كتنزلش لواحد غرام، كتنزل ل 0.6 0.65 0.6 0.65. الطفل يدخل في حالة عياء وفي حالة خمول فعلا وفي حالة هديان تماما. نعم كيولي الطفل غافل وعنده، وهذا الشيء استاذ عفاف ما كيوقعش عند الصغار. نعم كيوقع حتى عند الكبار في الخدمة. المردود ما كاينش فعلا، الانسان كيبان لك مرخيم. نعم كيقول لك انا مع 11، هذا كيتسمى علميا الكود باغ ليبوغليسيمي غياكسيونيل. فمن المفروض انا المشكل يتحل بسيط. نعطي مثال، عطينا الامثله ديال وجبه الافطار دابا التي لا تموت بخلال الفيزيولوجيا. زيت الزيتون، شاي بدون سكر، خبز كامل. زيت الزيتون فيها مواد ذهب الاخضر، فيها اشياء عملاقه جدا، تيغوزول تيغوزول الاوميغا 9 الفيتامين دي الفيتامين ا، بزاف د الامور اللي هضرنا عليها في حلقه خاصه.
خبز كامل. شنو غيدير لنا الخبز الكامل؟ الخبز الكامل مشعر السكري، لاندكس غليسيميك، حتى انا كنهضروا على لاندكس الانسولينيك ديالو هابط. يعني الخبز الكامل شنو غيدير لك للطفل؟ غيخلي السكر يطلع شويه بشويه ويهبط شويه بشويه. ما كايناش ما يسمى لي كالوري فيد، السعرات الفارغه، السكر سعرات فارغه، الكيكه سعرات فارغه، الخبز الابيض الناس خصهم يعرفوا بلي هو سكر. هذه المعلومه اللي بغيت انا نرسخ في الناس. الخبز الا ما كانش كامل فهو سكر بدون اضافه السكر، اما اللي كيزيدوا له السكر هذه كارثه. بدون اضافه السكر فالخبز الابيض هو سكر. علاش؟ لان الاندكس غليسيميك ديالو 100 بحالو بحال الجليكوز اللي كناخذوها حنايا كوم ريفيرونس. فملي كياخذ الانسان الخبز الكامل، بيضه بلديه، بيضه بلديه فيها ماده التيروزين. احنا غادي نجيو للخمول ديال الاطفال. بغيتي ولدك ما يكونش عنده خمول، اعطيه خبز كامل بالنخاله، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاطفال باش يكبروا خصهم ماده الليسيتين، وماده الليسيتين وماده الكولين وماده اللوتيين، الفيتامين ا، جميع البروتينات اللي كيحتشوا في الفلوس كيعيش على البيضه، يعني فيها كل المقومات باش يكون حياه لاي كائن حتى الطفل. فبيضه بلديه فيها ماده، كنهضر نسطر قلم احمر اللي كنعرف بيض بلدي، بيضه بلديه فيها ماده التيروزين، وماده التيروزين منها كيتصوب الدوبامين، والدوبامين هو اللي كيخلي الطفل ناشط، عينه محلولين، العضلات محركين، الدماغ كيشتغل، التركيز طالع. فالطفل شنو خاصو؟ خاصو الدوبامين، والدوبامين كتجي من التيروزين، والتيروزين كيجي من البيض البلدي. فشوف الوجبه ديال الافطار كيفاش خلي الطفل انه اما يكون عنده خمول، المردود ما كاينش، التركيز ما كاينش، نزيدوا حتى الاباء، فشوف وجبه الافطار فطروا بها الاباء مردود في الخدمه ما كاينش، فطروا بها الاطفال التركيز ما كاينش، فهذا بالنسبه لنا المجتمع خسرناهم فقط بوجبه الافطار. فما نستهنوش بالاكل، فالاكل هو صانع البشريه، والاكل هو اللي خلى الانسان وصل من 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 نهار تولد من يوم واحد الى 70 سنه و 80 سنه باستمرار الاكل ونوعيه الاكل. نعم وربما وصل الحليمي جرات العاده على انه التلميذ ولا الطالب عموما اللي كيكون المردود ديالو ناقص بزاف في الدراسه كنطلقوا عليه العباره ديال الكسول، ديال الكسل فعلا. فدابا اللي فهمنا على ان الكسل هي حاله كيعيشها الجسد، كيعيشها الجسم فعلا. وشوف ربما شحال ديال الاسر الامهات واباء كانوا هما اللي عندهم دور كبير في ذاك الكسل ديال ذاك الوليد ولا هذيك البنيته. اكيد. وسمحتي لي استاذ عفاف، الذكاء لا يقاس، نعاود نقولها. نعم. باش هذا هو الضرب. تعرف ولدك واش ذكي شحال 9 في 7. لا يقاس بعمليه ديال الرياضيات. نعم. لا يقاس الذكاء. شي مين تشوف ولدك مثلا اسمه محمد، ما كاينش شي واحد على وجه الارض عنده ذاك الذكاء. قلب على ولدك شنو عنده، هذا هو الذكاء ديالك. اما هذا الخمول وهذا الطفل كتقول له لا كسول، انا نتمنى ان مصطلح كسول تطلق على بعض الناس كبار، ونخليوها في المنجد عاد باش نطلقوا عليها على هاد الناس. اما الطفل ما خصوش يتقال له كسول حتى يوصل 30 سنه. عاد علاش؟ وحتى 40 سنه، لان القران الكريم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. فالطفل فوقاش نقول له انا كسول، تيكون بوليداته فات 40 سنه ودار شي بيتيز وشي بساله، عاد نقول له كسول. اما كل مصطلح كسول نتمنى ان المنجد يتمسح منه هذا المصطلح. نعم. من بعد 40 سنه عاد نبداو نهضروا على هذا المصطلح هذا. نعم. وخير مثال استاذ الحليمي على انه اشهر العلماء والمكتشفين راه كانوا في الدراسه ديالهم، يعني كان الدرجات كيقولوا انهم فقود فيهم الامل في الدراسه. فاذا بهم كيكونوا اشهر علماء سواء في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات. نعم. وما كاينش ادبي علمي. هذه المساله ديال ادبي علمي، المنهج هو اللي جابه. المنهجيه احنا ماشي كننتقدوا المنهجيه، المنهجيه لابد منها من اجل التنظيم، ولكن العقليه ما خصهاش تكون عقليه ادبيه، عقليه علميه، يجب انها تكون عقليه بشريه. اللي كنطلبوا حنايا. نعم. غادي نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام وفي مكالمه اخرى، هذه المره غادي نتواصلوا مع حنان على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير حنان. حنان صباح الخير. اهلا وسهلا بك. تحيه ليك وتحيه للدكتور. شكرا لك حنان، مرحبا بك معنا. نقول الله يعطيك الصحه. يا رب صراحة راه كيفيدنا بزاف. شكرا لك. يعني انا شخصيا ملي تنصنطلي يعني كنفرح، لانني كنشوف داك الشيء اللي كندير راه في الطريق الصحيح. الحمد لله. مرحبا حنان. بغيت نتكلم بالنسبه لوليداتي، يعني الحمد لله يعني كنحط لهم الحسوه في الصباح. اول حاجه وليدات حنان شحال في عمرهم؟
عندي بنيه عندها 10 سنين والوليد عنده 8 سنين. اييه واخا. منين بقاو ياكلوا يعني من العام وهما الحسوه 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 ما كيتفارقوش معايا نهائيا. لا لا نعم واخا. غير السؤال ديالي هو انني دابا بحكم انهم يلا بداوا القرايه يعني راك عارفه العطله كان الفطور معطل وكان بزاف د الحوايج. دابا منين تنحط الفطور في الصباح تيشربوا لي غير الحسوه بوحدها. جيد. نعم. وتياكلوا شويه التمر. يعني اما اتاي ولا الخبز باقي ما تيقدوش عليه. ما كياخذوش اييه. ياخذوا غير الحسوه. انا بغيت نعرف واش الحسوه بوحدها يعني كتعتبر يعني وجبه كامله يعني غادي تشيلهم في الفطور ديالهم. نعم. النصيحه اللي عندي ثانيه هو بغيت غير نوصي الامهات انهم يخويو الكوزينه من مواد مصنعه ويخويو الثلاجه كذلك من مواد مصنعه ويتسخروا النور ما يدهوش مع وليداتهم. حطوا غير الزيت العود وحطوا التمر فوق الطابله وحطوا اللوز والكركاع فوق الطابله. انا هادو عندي يوميا محطوطين. يعني حتى ملي كيدخل ولدي الى ما لقانيش غيقلب غيلقى اللوز والكركاع والتمر وغيلقى الكوزينه فيها ديسير فقط يعني غيلقى بنان تفاح يعني كيدور تيعيا راه الوليدات غيدورو تيعيا يقلبو راه غيمشيو يا اما غيمشيو للتفاح والبنان يا اما غيمشيو للتمر واللوز والكركاع. يعني انا بصراحه كنبغي الامهات ما يتخلعوش وغير يشيدوا المواد المصنعه من الدار ويسكتوا ما يدويوش. راه هما غاديين يشوفوا وليداتهم كيفاش غاديين يوليو ياكلوا داك الشيء طبيعي. اييه نعم. يعني خاطركم حنا الحمد لله راه عندنا البساطه في الاكل ديالنا. يعني انا ملي كنحط زيت العود وكنحط خبيز ديال الدار وهذا هو انا شفتي راه تيبان لك شي حاجه بسيطه ولكن في القيمه ديالته راه كبيره بزاف. نعم. يكفي اننا غير ملي تنمشيو عند الناس تلقاو حاطين شي حوايج اخرى اللي ما ملفيش وليداتنا تياكلوها في الدار وما يمكنش عليك وما يمكنش منعيها عليهم فكتقولي خليهم ما كينباس الا مشاو عند شي حد مره فاش وكلاو شي حاجه اللي ماشي تلهي المهم في الدار. نعم. انهم ما تيلقاوش داك الشيء. اييه هذه هي النصيحه اللي بغيت نعطيها. يعني ما نخسروش الفلوس بزاف يعني البساطه ما كاينش خسر خسر خسر. يعني الا جينا نشوفوا داك الشيء اللي كنشريو راه تنحطوا فيه فلوس كثيره بزاف. وليداتنا داك الشيء غير تنضروهم حنا كنحسوا اننا كننفعهم ولكن راه صراحه راه تنضروهم. نعم. غير الا خوينا الكوزينه من هذه المواد المصنعه وما شريناهاش وما دخلناش الدار. وحاجه اخرى ان الام ملي تحط الفطور خاص الوليدات يشوفوها هي الاولى كتشرب ديك الحسوه مثلا هي الاولى كتاكل داك التمر هي الاولى كتشرب اتاي باش الولد كيعرف بان راه فعلا داك الشيء مادام ماما تتشرب داك الشيء وتتاكلو راه اذا راه مزيان راه حنا غادي ناخذو. ماشي غنحط لولدي الحسوه ونمشي نقلب انا على كي كناكلها ولا نقلب على خبز نبقى ناكلو لا غيشوفني انا الاولى كناكل داك الشيء وراه فطريا راه حتى هو غادي يجلس وغادي ياكل داك الشيء اللي تناكل انايا. نعم تبارك الله عليك الحنان. كنتمنى الصبر الامهات غير يصبروا شويه مع وليداتهم راه زعما راه الحمد لله راه الاكل الصحي في البساطه. انا يعني ما تنعصبش راسي غير كنحط الفطور وتنجلس الفطور وما تندويش مع وليداتي كنخليهم راسهم تيجيو يفطروا. نعم يعني غادي يدور فيه ما غيلقاش شي حاجه اخرى من غير الحسوه وزيت العود والتمر وداك الشيء راه غادي يفطر. الا ما فطرش ليا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا راه غادي يفطر غادي يفطر. نعم هذه هي النصيحه اللي تنتمنى الامهات انهم يديروها وشكرا لكم بزاف وتنشكر الدكتور بزاف 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 الله يخلي لي صحته. شكرا لك حنان وفرحانين بزاف انه سمعنا صوتك اليوم وتواصلتي معنا فهذه هي الخطه باش مشات حنان وسيد الحليمي صراحه كتقول لوليدات راه هذا الشيء اللي كاين. يعني دخل الكوزينه قالت غادي يلقى فواكه مشى فوق الطبله غادي يلقى فواكه جافه فهو نعم. سيدي عفاف اولا كنحيي اخت حنان وحنا كنفتخروا بها في المغرب وكنفتخروا بحال هاد الامهات في المغرب وسبحان الله اسم على مسمى. يعني حنينا على وليداتها بهذه الطريقه هذه فهي مثال ديال المغربيه الحمد لله. شوف الامثله اليوم كثيره كنقولوا حنا المغرب تبارك الله راه فيه رجال وفيه نساء اللي صنعوا هاد الاجيال هذو. ف شارت واحد المساله كل ممنوع مرغوب. نعم. الطفل مثلا يمشي عند الاسره ديالو ولا الطفل راه الطفل كنطلقوه مره كنخليوه يمشي ماشي مشكل ولكن تكون القاعده لا نهضروا على الاستثناء هذه الاولى. النقطه اللي بغيت نقول للمغاربه وحيدوها الله يعطيكم الخير من العقل ديالكم هي انني الا عطيت للطفل شريت له راني تهليت فيه. فهذه المساله ديالي شريت له راني تهليت فيه. نعم. فاذا بغيتي تهلا فيه سير زيد شي شويه الفلوس وشري له كيلو ديال الفواكه ماشي شري له شي حاجه بدرهم. فإلا كنت فريمون عندي انا ذاك العقليه ديال انني نتهلا لان الاباء كيطيحوا بزاف المشاكل. نعطي مثال شارت الاخت حنان المداخله ديالها رائعه جدا وهي كتهضر وانا كنقول الحمد لله ان المغاربه فيه باقي النساء اللي بهذا المثال ديال الاخت حنان. فكاين مثال اخر كاين الامهات اللي ولادهم دخلوهم في واحد الريتم جيد
غاديين مزيان. كتلقى كتجي عنده خالتها ولا الطفل كيجي عنده خالته ولا عمه كيجيب له في يده شي حاجه. انا نتمنى الاباء والامهات والزيارات في المستشفيات مزيان. حنا الان دابا عندنا ناس مرضى سكري ناعسين في المستشفيات ويجي واحد يزور يدخل في يده حلوى وهذا مريض سكري. فهاد المساله ديال دخول للدار الزياره ودخل في يدك فممكن انني ندي شي حاجه ولكن ندي شي حاجه معقوله. اما ندي انا مثلا حلويات وندي هاد الاشياء علاش؟ لان غادي عند ولاد اختي وندي لهم انا مثلا حلويات. انا شخصيا العائله ديالي عارفيني ملي كنجي عندهم ما كنجي حتى حاجه في يدي. ماشي كسر القاعده من اجل كسر القاعده. الا بغيت ندخل في يدي كما كنقولوا بالدارجه حنا كنهضروا هذه مشاكل يوميه كيعيشوها المغاربه. نعم. ندخلي في يدي فواكه فقط. الا كنت ندخل شي حاجه ندخل فواكه. اما ندخل حلوى ونقول راني كنتهلا في ولد ولدي ولا في بنت ولدي ولا هاد الاشياء ونعطي هاد الحلويات ونخرج للحانوت ونقول له خذ عمو هز اللي بغيتي وهاد الاشياء هاديه فالله يعطيكم الخير. ما تفسدوش ما فعله الاباء. كاين اباء اللي كيشتغلوا مع ولادهم واحد ليفور واحد المجهود اللي هو كبير كيجيو بعض الناس كيفسدوا هاد المسائل هادية. الوغ المسائل اللي هضرت عليها الاخت حنان سولات حنان وسامحني على المساله ديال الحسوه. قالت واش ممكن تعتبر الحسوه على انها وجبه كامله للوليدات ديالها كياخذوها مع التمر؟ الحسوه غذاء كامل بامتياز. زيدوا عليه زيت الزيتون، زيدوا عليه حبه حلاوه، النافع، اللفت، البصله، كل واحد وشنو كيزيد. بالنسبه لي انا يا تكون فقط بالماء، نصوبها بالماء، ما نعتمدوا حتى على شي سائل. نعاود نقولها، ما نعتمدوا حتى على شي سائل في الحسوه، نعتمدوا على الماء زائد التمر. فبالنسبه لي انايا اكيد اكيد ربي غادي يجازيها. علاش؟ لان نوات الخير في وليداتها وعطاتنا واحد اطفال اللي اكيد غيكونوا ولد صالح اللي غادي يدعي لها هو وغيكون المجتمع. حنا غادي نعتمد على الطفل. الاخت حنان هو مثال ديال الام. الاخت اللي اتصلت بنا هي مثال ديال الاستاذه. والحمد لله عندنا الامثله في المغرب وما كرهناش الناس يقتديوا. الاقتداء ماشي مشكل، الاقتداء راه واجب. نقتديوا بواحد الناس اللي داروا بعض الاشياء لهذا البلد هذا ومنهم هذه الامهات اللي اتصلوا بنا. وانا كنحييهم وانا كنفتخر انهم في وطن ديالي اللي هو المغرب كاين هاد الناس بحال هادوما وباقيين هاد الناس بحال هادوما. نعم نعم. استاذ حلمي غنمشيو لنقطة أخرى هاد المرة واللي هي خاصة بالفواكه الجافة. شنو اللي كيخلي الفواكه الجافة بأهمية كبيرة بالنسبة للأطفال أو للوليدات؟ يعني كنتكلموا على تمار، كنتكلموا على شريحة، على قرقاع، على لوز، شنو اللي كيخليهم مهمين في النظام الغذائي وفي الوجبة ديال الفطور بالخصوص للوليدات؟ هو أولا اللي كيخليهم مهمين هو احنا الاقتداء عندنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن اعز الاغذيه اللي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزبيب. شي نهار نديروا له حلقه خاصه على الزبيب. نعم. وغيشوفوا الناس شنو مضيعين في ذاك الحبيبه الصغيره. نعم. اللي ما كناخلوهاش واللي كنحيدوا لها العظم، خاصها تبقى بالعظم. الزبيب، الشريحه. الشريحه يكفي انها مذكوره في القران الكريم، ما كاينش شي صوره بنبات في القران الكريم صور كلها باسماء. النبات الوحيد اللي سمى به الله سبحانه وتعالى صوره في القران الكريم هو التين. وباش نستفدوا منه اعطانا الله سبحانه وتعالى ممكن نجفوه. التمر كيكون رطب وكيكون بلح وكيكون باقي خضر اعطانا الله سبحانه وتعالى مجفف باش نستفدوا منه. الزبيب كيكون عنب للفائده ديالو اعطانا الله سبحانه وتعالى مجفف باش نستفدوا منه. هذا الشيء ان دل على شيء انما يدل على ان الطبيعه كتعطينا اشارات شنو خاصنا ناكلو. الطبيعه كتعطينا اشارات ها شنو تاكل يا الكائن البشري. وحنا داك الاشارات ديال الطبيعه ربما تجاهلناهم، ربما ما فهمناهمش، ربما فهمناهم غلط، ربما شفناهم وقلنا لا حنا عندنا هذا الشيء خاصنا ناخذوا هذا الشيء هذايا، ربما ظننا منا انه تاخر. العديد من الناس كيسحبوا ياكل الزبيب والشريحه وهذه كيسحبوا راه تاخر. فبالنسبه لي انايا الزبيب، الشريحه، التمر، هادو هما الاغذيه اللي خاصهم يمشيو في المحافظ ديال الاطفال. نتمنى واحد النهار نوصلوا لهذا المستوى. نعم. الفواكه الجافه من اللوز، القرقاع، الا خدينا غير قرقاعه وحده. الله سبحانه وتعالى كيقول وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. علاش الله سبحانه وتعالى ربط بين الارض، بين ما في الارض وما في الجسم؟ وفي الارض شنو كاين؟ قرقاع، ايات، آيات للموقنين. خاصك تكون موقن، خاصك تكون مؤمن أن الله سبحانه وتعالى كيعطيك هذا الشيء. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خاصك غير البصر، شوية البصيرة. قرقاعة كتشبه الدماغ. ف
في واجهه، الا قلبتيها القرقعه ملي كتقلب كتولي كتشبه للرئتين. فقرقعه وحده كافيه ان تعطي للدماغ ما يحتاج سبحان الله من معادن ومن فيتامينات جروب بي ومن دهنيات اللي الدماغ كيحتاجهم سبحان الله بالتركيز اللي خاص الدماغ يشتغل به. ماشي شد المانيزيوم ومشي يشتري انا مانيزيوم، نمشي يشتري فيتامين سي، ما كاينش في الطبيعه فيتامين سي، ما كاينش مانيزيوم بوحدو، هادو ما سانتيتيك، هادو ما مصنعين في العالم. ممكن المغرب ليس بلد المكملات الغذائيه. قرقعه وحده فيها فيتامينات جروب بي، فيها احماض دهنيه اللي الجسم كيحتاجها، فيها فيتامين ا، فيتامين د، فيتامين او، فيتامين ك، جميع الفيتامينات الدائبه في الدهون. فقرقعه وحده الا خداها لك الطفل عطاتو داكشي اللي يحتاج في العمل ديال الدماغ ديالو اليوم. حنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا القرقع غالي، اللوز غالي، اللوز خذوا اللوز المغربي، اللوز البلدي. الناس كيقول لك لا فيه ما. شوف سبحان الله الشجره ديال اللوز، شي حبيبات ديال اللوز كيضحيو كيوليو مرين الا ما مراروش هذوك الحبيبات، ما يحلاش داكشي الاخر. شوف الطبيعه كيفاش كتعطي الانسان. الناس كيقول لك اللوزه راه اي شجره ديال اللوز تلقى فيها اللوز مر، علاش؟ لان هذاك المروره ما كتقصرش على كل شيء، سينو ما غياكلوش الناس. كتركز داك اللوزات اللي مرين باش يحلى داك اللوز الاخر. خذوا اللوز بلدي، كوكو بلدي، داك الحمار اللي عنده القشره حمراء، الزبيب، شريحه التمر. فالناس اللي كما قالت الاخت حنان كتحط لوليداتها الفواكه الجافه والتمر والحسوه، فبالنسبه لي انايا غنكون مرتاح. وعرفت المغاربه فهموا الرساله، يولي وجبه الافطار ديال المغاربه في هذه الوجبه هذه بيض بلدي، زيت زيتون. ومساله اخيره النمطيه، الله يعطيكم الخير، النمطيه ما تدخلوش فيها. ماشي اليوم لا اتاي الخبز الزيت، غدا اتاي الخبز الزيت. الطفل لا يحب النمطيه، وحتى الكائن البشري كيبغي يبدل الوجبه ديالو. الحمد لله المغرب عندنا امكانيه اننا نعطيو الطفل اليوم في الفطور ما نعاودولو حتى الاثنين الجاي. نعم نعم. طيب استاذ حليمي، اخر سؤال غنسولك على الفواكه اللي كتكون طازجه ولا طريه، واش ممكن تكون كذلك في الوجبه ديال الفطور ديال الوليدات او لا بعض الانواع ديال المشروبات مثلا كيكون عصير؟ ودابا بزاف ديال الامهات وعاو كتقول لك انا كنبغي ندير ليه داك الفاكهه غير مع الماء باش يستافد منها. كتقول لك علاش؟ راه عندي وليد ديما كيقول لي مثلا ماما انا بغيت شي حاجه بارده هي اللي نفطر بها الصباح. نعم جيد. الوغ الفواكه من اجمل الاشياء. شوف سبحان الله الفواكه فيها كتعطي واحد الطابع ديال الانتعاش. علاش؟ نعم، لان الا بغينا نهضروا في الطبيعه كلها اقرب غذاء لفيزيولوجية الجسم. وشوف سبحان الله حتى السرعه، يعني نص ساعه الا خديتي مثلا دابا فاكهه نص ساعه كتكون وصلت للدم. الا خديتي دابا اللحم 8 السوايعات توصل لك للدم، الا خديتي شي حاجه مقليه 7 السوايعات توصل لك للدم. شوف الفرق، فواكه نص ساعة 30 دقيقة. نعم كيستافد منها. نعم كيستافد منها. وصلات للدم وغطلع للدماغ وعدوز من لاباغيا غيماتونسيفاليك وعتوصل للدماغ ديال الطفل وعتخليه يفكر إذا كان طفل، وعتخليه المردود ديالو جيد إذا كان بالغ في العمل ديالو. فالفواكه هي أقرب الأشياء فيزيولوجيا للجسم ديالنا. شرط أن يكون فواكه موسمية، ويكون عصير الفواكه بالماء او بالليمون اللي جاي دابا الانواع ديال الليمون. أيه. وما يكونش مع التركيبه مثلا كلاو الاطفال مثلا وجبه ويخليو عصير الفواكه حتى الاخر. هذه المساله انا لا احبب. الطفل ديالك الا خدالك وجربوها، ديروا عصير الفواكه للاطفال والطفل كيف ما كان في الصباح ياخذ لك عصير الفواكه. نعم. الشرط انه يكون محضر في المنزل بطريقه جيده. تمره، بداو غير تمره، 3 تمرات، 5 تمرات، 7 تمرات، التمر يؤخذ بالويتر مع عصير. الطفل الى خدا لك هذه الوجبه هذه فبالنسبه لي انايا وجبه مثاليه. قلت انا كاين هذا التنوع وكاين هذه الاجتهادات هذه. مستحيل اننا نعاودوا الوجبه الا كانوا الاجتهادات. وما تقولوش عفاكم ان الطفل ضروري يفطر باش ما فطر. حيدوا هذه المسائل من الثقافه الغذائيه ديالنا. نتمنى ان شاء الله انها تكون ذريه صالحه كما كنقولوا المغاربه، الدعوه ديال المغاربه. الله يصلح وليدات المغاربه والمغربيات. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا، ومن الذكاء عرفوا شنو كناكلوا. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء،
والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. وكل شكر ليك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وموعد اخر ان شاء الله غادي يكون معك يوم الجمعه المقبل. شكرا جزيلا ليك، غدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كنت معكم على الميكروفون. شكرا لوفاء فائز هندا رفقتني في الاخراج، وسامح عشوبي مشكوره في استقبال مكالماتكم، وبقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريب منكم من راديو. إلى اللقاء.